ومن غياهب الغياب القسري في يمن الحرب وتداعياتها، يعود اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في عدن أخيرا بفعالية نوعية آنست هذا الرواق في أمسية رمضانية احتفت بالدكتور يحيى سهل أحد الكتاب القلائل المستمرين بالعطاء والذين أرخوا للفن اليمني والمجتمع المدني في عدن. عالية كانت جميلة لأنها جمعت جملة من الزملاء بهذا اليوم اللي هو ارتفاع بتوقيع 4 إصدارات لي، أولا الدكتور محمد عبد الزيدي كبير جاء في زمن الكبار، والكتاب الآخر السال في التشريعات المالية والمصرفية، وكتاب آخر قانوني السال في اتساقة الاتفاقيات والعقود، والكتاب الأخير وهو الموسيقى والغناء في اليمن مدخل بيبليغرافي. وتأتي الفعالية في سياق ظروف استثنائية يمر بها الاتحاد الأعرق في البلاد، ظروف سببتها الحرب بركود فعالياته واستمرار إغلاق باب العضوية للأدباء والكتاب منذ سنوات. الإشكالية الأجد هي عودة قضية البسط على حرم مقره التاريخي، وهذه المرة من بوابة القضاء بعد حكم المحكمة الإدارية الصادم والذي رمى عرض الحائط كل أدلة إثبات الملكية، الأمر الذي أثار استغراب واستنكار الأدباء وكل المجتمع المدني المتفاعل مع القضية. الدكتور عبد يحيى نائب رئيس فرع الاتحاد في عدن المتفرغ للقضية دون محام ظل عدة أشهر في أروقة المحاكم، وفصل لقناة بلقيس حيثيات الحكم الذي وصفه بالمنحاز لأحد المتنفذين، ويتجاهل الحكم القضائي الرمزية التاريخية لمعلم له سمعته المحلية والخارجية منذ 80ينيات القرن الماضي. لم تنتهي القضية بعد، فهناك بعد الإجازة القضائية مرحلة استئناف وتحركات على المستوى الدولي لإنقاذ إرث ارتبط بالحركة الوطنية والهوية الثقافية لليمنيين. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.